تمكنت الوحدات الأمنية بولاية القصرين من حجز مبالغ مالية هامة قادمة من القطر الجزائري تقدر بمليون وسبعمائة ألف دينار تونسي، كما تم إيقاف ثلاثة أشخاص من مروجي ما يعرف بمادة الزطلة وضبط حوالي سبعة كيلوغرامات من هذه المادة بحوزتهم. تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الشرطة بفريانة وبالتعاون مع قوات الحرس الوطني من حجز مبالغ مالية هامة من العملة الصعبة مهربة من القطر الجزائري بإحدى المنازل بمعتمدية فريانة. تم التنسيق مع الزملاء متاع الحرس ومع الجيش الوطني وتم وضع خطة محكمة وتم التنسيق كذلك مع النيابة العمومية وبمداهمة أحد المنازل وبتفتيشها تم العثور على كمية من العملة الصعبة تقدر ب 779 ألف يورو و900. كما تمكنت فرقة الشرطة بمنطقة الأمن الوطني بسبيطلة من إيقاف ثلاثة أشخاص وبحوزتهم كميات كبيرة من مادة القنب الهندي. على أثر توفر معلومات شبه مؤكدة ومن تعمد معناها مجموعة من المنحرفين من اختصاص معناها ترويج مخدرات التحول إلى منطقة القصرين قصد جلب كميات من مادة مخدرة وتوجه بها إلى مدينة بنزرت. بتفتيش السيارة عثرنا على في صندوقها الخلفي على كمية كبيرة من المخدرات تقريبا يعني 7 كيلوغرامات من مادة القنب الهندي الزطلة وعثرنا بالطبيعة بحوزتهم على مبالغ مالية. عمل أمني مكثف أدخل الطمأنينة في نفوس أهالي الجهة. والله بالنسبة للإجراءات الأمنية معناها باهية تو حاليا ماشية من حسن إلى أحسن، فهمتني؟ أنا ديما نستعمل في الطريقة هذايا، والله حاجة باهية ممتازة ياسر، قاعدين يخدموا مواظبين، فهمتني؟ ونحن أصل كمستعملين الطريق كي نشوفوهم نفرحوا والإنسان يطمئن. إحداث مناطق جديدة للأمن الوطني بكل من معتمدية سبيطلة وفريانة وتالا كان له الأثر الإيجابي في تحقيق نجاحات أمنية لقيت استحسان أهالي الجهة، ليبقى دعم هذه المناطق لوجستيا أمرا ملحا لما لها من دور كبير في الحد من مظاهر التهريب وإيقاف المطلوبين للعدالة وحفظ النظام.